اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد. تعالوا نشوف الاخبار النهارده فيها ايه. الخبر الاول، نادي الزمالك يستأنف تدريباته غدا قبل مواجهه طلائع الجيش. يستأنف الفريق الاول لكره القدم نادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهه طلائع الجيش في مسابقه الدوري المصري الممتاز. طبعا مباراه الزمالك وطلائع الجيش يوم الخميس في المباراه المؤجله من الجوله 16 من مسابقه الدوري الممتاز، ده طبعا بعد الراحه اللي منحها جوزيه جوميز للاعبين لمده 24 ساعه بعد مباراه الاسماعيلي الاخيره. ويمكن جوزيه جوميز اشاد بمجدي في جلسه خاصه، وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسه خاصه سريعه مع احمد مجدي مدافع فريق 2005، وذلك بعد مشاركته اساسيا في مباراه الاسماعيلي الاخيره واللي قدم خلالها مستوى فني مميز. واشاد جوميز خلال حديثه مع احمد مجدي بقدرات اللاعب وما قدمه امام الاسماعيلي في اول ظهور ليه مع الفريق، مؤكدا على امتلاك قدرات كبيره تؤهله على تمثيل الزمالك في المستقبل. طالبه كمان بالتركيز والتمسك بالفرصه لفتره مجمله لحجز مقعد اساسي مع الفريق في ظل غياب عدد من لاعبي الابيض سواء بسبب الاصابه او تواجدهم مع المنتخب الاولمبي. جوزيه جوميز كمان طلب تقرير فني عن طلائع الجيش من جهازه المعاون، وطلبهم كمان باعداد هذا التقرير الفني لفريق طلائع الجيش في الجولة المقبلة قبل المنافسة. وكمان كابتن أحمد مجدي شغال على إعداد تقرير فني بنقاط القوة والضعف للفريق المنافس، بالإضافة لتجهيز بعض مباريات الأخيرة للفريق في مسابقة الدوري لتقدمها لجوزيه جوميز. كمان طلب جوزيه جوميز تقرير طبي عن المصابين في الزمالك من دكتور محمد اسامه، يعني رئيس جهاز الطبي بنادي الزمالك. طلب منه اعداد تقرير شامل عن موقفه لاعبي المصابين وموقفهم من المباريات المقبله، ويمكن تضم قائمه المصابين كابتن شيكابالا، احمد فتوح، سيف جعفر، مصطفى الزناري، بالاضافه الى الثلاثي محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، واحمد حمدي. رسميا اطلاق اسم كابتن احمد رفعت الله يرحمه على مركز شباب مسقط راسه. اصدر وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي قرارا باطلاق اسم اللاعب الراحل احمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت على مركز شباب بشان التابع لاداره تربيه محافظه كفر الشيخ مسقط راسه، تخليدا لذكرى وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضيه. وياتي ذلك تقديرا من الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه للرياضيين الراحلين كاحد ابناء ورموز الرياضه المصريه المخلصين. كما اعلنت الوزاره ادراج المركز ضمن خطه تطويريه في المرحله المقبله، حيث يعد مركز شباب ايشان مصدر اشهار دائم عام 1976 على مساحه 12 فدان 18 ايراد بملعب نجيل صناعي قانوني واخر خماسي ومبنى اداري. كمان اعلنت رابطه الانديه المصريه المحترفه موافقه رئاسه مجلس الوزراء ووزاره الشباب والرياضه على طلب الرابطه بتعديل توقيتات المباريات لتقام المباريات الساعه 5:30 بدلا من 4:00 والساعه 9:00 مساء بدلا من 7:00. وجاء طلب رابطة الأندية حرصا على الأندية المشاركة في دوري النايل لتجنب ارتفاع درجات الحرارة. كمان خبر أخير، منتخبنا الأولمبي كامل العدد. وصل منتخب الأولمبي تدريباته القوية اليوم تحت قيادة مديره الفني البرازيلي ميكال باستعداد الدفاع جودة من استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 4 يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل. وكانت صفوف المنتخب مكتمله مع انضمام محمد النني واحمد سيد زيزو النجمان الكبيران اللي في معسكر المنتخب لليوم الثاني على التوالي. ووضح سرعه انسجام النني وزيزو مع اللاعبين في التدريبات، وهو الامر الذي زاد من الاجواء الايجابيه في معسكر المنتخب اللي تسيطر عليه روح المحبه والاصرار من الجميع للدفاع بقوه عن احلام مصر الاولمبيه في باريس. شهر التدريب الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، وعدد من اعضاء المجلس هم اللواء حلمي مشهور والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب والدكتوره دينا الرفاعي.
يختتم منتخب معسكره الحالي الأربعاء موعد مغادرته إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يوم 14 و17 يوليو الجاري، ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعلانا لأول لقاء رسمي بالبطولة مع دومينيكان والمقرر ليه يوم 24 يوليو. آخر خبر معانا النهاردة كانت بداية اختبارات الكرة النسائية بنادي الزمالك لإعداد فريق للكرة النسائية، ويمكن ده أمر متطلب لكل فرق الدوري المصري. كمان يوم الأربع هيكون في اختبارات مرة أخرى لنادي الزمالك للكرة النسائية، اللي حابب يروح يشارك في الاختبارات يكون عنده موهبة إن شاء الله يكون متواجد مع الفريق نادي الزمالك في الموسم القادم للكرة النسائية.